ألبوم جدا فنان زي ما حسن أنور، الألبوم مثل غير فنان، طلع مع يوسف وأبرز لحظات مدى البحر بحر العالم. هاد الوليدات يعني حنا دابا حنا راه دينا صافي كبرنا حنا شرفنا الوليدات لا جينيراسيون اللي ما كتعرفش هو هاد الجيل اللي غنشوفو دابا في الكليب ماشي هو اول كليب غندوزو واحد ثلاثه الاغاني توحشت الدرب وحيوط اللي جا معانا والوقت بالماما قالوا هذا سلغوان كنشوف قال لي راه بغيتك تجي تسمع عندي واحد المشكل للاسف تلاقينا في حاله فهذا مشهد سينمائي وسط الكليب نخليكم تفرجوا فيه الو حاتم حاتم اسيدي خصو تعرفوا بعدا انكم اول وحدين في المغرب وفي العالم اللي غتشوفوا الكليبات حصريا من موروكومول كان هو أبرز لحظات إذا شوف هذا الحفل هذا خلوني نبني طماطم واش غتسمعوا لي ولا لا؟ قولوا لي كيف جاكم؟